بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده هنشرح مع بعض امتحان اول موديول، اول اكزامبل امتحان موديول 1 في السي سي ان ايه. انا عارف ان بعضكم ممكن يكون الامتحانات والامتحان ممكن تكون مش سهله قوي بالنسبه له، بس هي امتحانات سيسكو دايما معظمها بتبقى حالها كله ان هو محتاج واحد فاهم اكتر مما هو حافظ. فالتكنيك، اسهل تكنيك للمذاكره ان المفروض ان انت تكون قريت الماتيريال، بس انا عارف ان الوقت ضيق وماتيريال ال سي سي ان اي اكاديمي كبيره جدا ان هي تخلص. فالحل افضل ان انت تذاكر لو عندك وقت من الكتابين، او بمعنى اخص كتاب الاي سي ان دي 1، وده لو عملت سيرش على جوجل وكتبت اي سي ان دي 1 بي دي اف هيطلع لك على طول. الحاجة التانية تتفرج على الفيديوهات. احنا الحمد لله ربنا وفقنا ان احنا نصور 2 سيشنز في سي سي ان اي، دول شارحين اكتر من تلتين المنهج بتاع موديول 1. وانا بصيت في الاسئلة بتاعت الاكزام الاولاني معظمها مخرجتش من بار اللي احنا قلناه خالص. هنبتدي مع بعض الاسئلة ان شاء الله. هخلص الاسئلة كلها، 50 سؤال بتوع الامتحان الاولاني. معظم الاسئلة فيها اسئلة كتير نظري، هكون بعديها. الاسئلة اللي انا هحتاج ان هي تكون محتاجة شرحها ان شاء الله هشرحها. نبتدي مع بعض كده واحدة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، هو ده السؤال الأولاني اللي ممكن يكون شوية محتاج لشرح. بعض التكنيكس من التكنيكس بتاعة الحل في أسئلة سيسكو بالذات، إن أنت زي أي أسئلة إم سي كيو إن أنت تعمل إليمينيت. سؤال زي ده هو بيقول refer to the exhibit ايه هي الفانكشن بتاعت router RTA عشان يعمل provide the internet connectivity لل hosts. حاجة من الحاجات اللي كنا خدناها في المحاضرات بتاعت النتورك الترم الأول النات، والنات ده هو عبارة عن حاجة اسمها address translation. ايه هو ال address translation؟ هو عبارة عن حاجة بتدمج ما بين ال public وال private IP. طبعا انتوا عارفين يعني ايه public وال private IP. public IP هو الاي بي اللي بيبقى مش متقاه ومفيش الا واحد منه بس على مستوى الانترنت، وده اللي احنا غالبا عاده بنحجزه وبندفع له فلوس في الشهر، وهو ده بيبقى مقابل حجز الاي بي ده، لان هو ما ينفعش يبقى في اكتر من اي بي متقاه على مستوى النت، فده بيبقى public. لكن الprivate اللي هو بيبقى من private range، وده اللي محفوظ كنا خدناه برضه في المحاضرات. فعشان اخرج عن النت ممكن يكون عندي public، قصدي private IP جوه الشبكه، لما اخرج لازم اخرج عن طريق public IP. ال public IP ده اللي بيعمل عملية التحويل ما بين ال private IP وال public IP هو الراوتر غالبا، ده بيعمله عن طريق عملية ال address translation. ممكن الراوتر يكون يتعرف او السويتش يتعرف على انه DHCP server، وممكن يكون السؤال في كذا حاجة، بس احنا عادة بن eliminate. فهنا في الحالة دي مفيش عندنا الا الإجابة الأولانية اللي هي address translation. طيب، السؤال التاني بيقول ايه هو اللي صح بالنسبة للنتورك لاير ادريسنج. النتورك لاير ادريسنج هو بيتكلم عن الاي بي بالذات، لان زي ما قلنا في السيشنز اللي شرحناها النتورك لاير هي عبارة عن الاي بي. طيب، الكلام ده سهل، الاجابات كلها سهلة، ان هو هيراركل وده قلناه، يونيكلي ايدنتيفايد، يونيكلي ايدنتيفايز ايتش هوست، يعني ما ينفعش يكون متقاع على مستوى الشبكة كلها. في نتورك بورشن وفي كمان هوست بورشن، بس انا في نقطه معينه هنا عايزه الفت انتباهكم ليها. الثانيه بتقول prevent broadcast. طيب، فعليا لو احنا بنتكلم على سب نيتنج، هو فعلا السب نيتنج بيمنع البرودكاست. خليني الاول اقول لكم ايه هو البرودكاست ده. البرودكاست ده هو مسج بتتبعت في النتورك بتوصل للناس كلها، فمجرد ان انا انيشيت البرودكاست دي بتوصل للناس كلها. وتفكر كانت البرودكاست مسج دي كان فيها ايه الفكره، ان ازاي الاي بي بي بريفنت البرودكاست، بي بريفنت بيعملها بريفنشن باي ان هو يعمل سبنيتنج. وفعلا لو على مستوى نفس السويتش وعامل 2 سبنتس، الاثنين مش هيكلموا بعض، فالبودكاست فعلا هيتعزل وكل سبنت هيتعمل فيه بودكاست لوحده. بس ما ينفعش في السؤال ده اجاوب بالاسلوب ده، لان فعلا اللي بيمنع البودكاست الحقيقي حاجه تانية على مستوى السويتش، هناخدها لما ناخد سويتشنج ان شاء الله. فهو ما ينفعش يكون النتورك لاير ادريسنج هو الحاجه الاساسيه اللي
تعمل بريفنشن للبودكاست، لان اصلا النتورك ادريسنج هي عباره عن لوجيكال ادريس، او بمعنى اصح ادريس على السوفت واي مش على الهارد واي، فهو ما بيمنعش البودكاست، والبودكاست دي غالبا بتبقى حاصله على الهارد واي. دي حاجه هتفهموها اكتر لما ندخل في سويتشنج ان شاء الله عن طريق حاجه اسمها في لانز، لان في لانز هي اللي بتعمل بريفنشن للبودكاست بمعنى اصح. طيب خلينا ندخل في السؤال اللي بعده. في السؤال ده باختصار هو مدينا سيناريو، السيناريو ده عبارة عن السيناريو ده عبارة عن ان هو بيحكي لك قصة، بيقول لك هو الفريم اللي احنا قفشناه او مسكناه في نص النتورك ده بيمثل ايه. فالفريم ده بيبقى مكون من كذا حاجه، منهم الفيزيكال ادرس اللي هو ماك ادرس، ومنهم اللي هو الاي بي ادرس. الجزئيه دي مهمه جدا 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 في النتورك، هتلاقوها في الفيديو التاني في اخر نص ساعه. انا كنت رسمت رسمه كده بتوضح ايه هو مسار بتاع الداتا من اول لما تخرج من اول هوست لغايه لما توصل لاخر هوست، او من اول بي سي لاخر بي سي. ده مهم جدا ان انت تكون فاهمينه، ان احنا قلنا لما جينا نمثل الموضوع ده بالمثال بتاع الرساله والجواب، قلنا ان العنوان البريدي عنوان ما بيتغيرش على الرساله، وكذلك مثلناها بالاي بي ادرس. فالاي بي ادرس لازم يكون ثابت على مستوى الشبكه كلها، لكن الحاجه اللي بتتغير اللي بتساعدني ان انا انقل الجواب بتاعي من مكان لمكان هو رقم البوستة، أو الطابع اللي الجواب بتاعي بياخده لما يتنقل من مكتب بوستة لمكتب بوستة لغاية لما يوصل للصندوق بتاع بوستة اللي تحت البيت، وده هو الماك أدرس. الماك أدرس مهمته الأساسية إن هو ينقل الباكت من A لغاية ATL، ومن ATL لدالس، ومن دالس لـ NYC. فهو هنا بيقول أول حاجة الفريم اللي اتعمل له كابتشر ده عنده سورس ماك ادرس 0050723. طب لو خدنا ده ودورنا عليه هنلاقي ان هو موجود هنا، وهو ده ال FA00 بتاع دالاس ده. طيب خلينا نشوف الديستنيشن ماك. الديستنيشن ماك هو 0030817، وده لو بصيتوا برضه في الجدول اللي هو مديهولنا هتلاقي ان هو عند FA01 بتاع NYC اللي هو البورت دي. طيب بعد كده ابتدى يديني الاي بي سورس والاي بي ديستنيشن. طب الاي بي سورس بتاعي اللي هو انهي جهاز، اللي هو هوست ايه، اللي هو 129.168.75، والديستنيشن اي بي ادرس هو هوست سي. طيب اتفقنا ان الاي بي ادرس ثابت على مستوى النتورك كلها، فانا لو عملت كابتشر للباكت او للفريم في اي مكان هلاقي ليه نفس الاي بي ديستنيشن والسورس اي بي والديستنيشن اي بي. طب الفكره قلنا في الماك، طيب معنى ايه ان الديستنيشن ماك اللي هو 0308817444C4؟ ده معناه ان هو هيوصل للبورت FA01، فده معناه ان هو خارج من دالس، وهي دي بالظبط الاجابه بتاعته. هو ما ينفعش يكون ليفنج هوست A، وما ينفعش يكون ليفنج ATL، وما ينفعش يكون ليفنج NYC، ولازم يكون ليفنج دالس، لان هو هيسيب الراوتر ده وهيخرج عشان يتجه للديستنيشن بتاعه اللي هو FA01 اللي هو الماك ادرس بتاعه 0030817444C4. طيب ايه بقى موضوع السورس ماك ادرس اللي هو مديهوني في الاول ده اللي هو 0050723D6 اللي هو دالاس ال FA01؟ اللي هو دالاس ال FA01 اللي هو البورت اللي في وشه على طول الناحية التانية. ده بيأكد المعلومة ان هو ماشي من او من دالاس هيوصل لل NYC. تمام، تعالوا نيجي للسؤال اللي بعديه. طيب السؤال ده ببساطة بيشرح مفهوم اسمه برودكاست